أبنوب ايمن، ماشي. مساء الخير. أهلا أبنوب، ليه مغطي وشك أنت أبنوب؟ من المفروض قبطي ما هيك، ولا مسلم مسمي أبنوب؟ لا قبط، هتقلي شو بدك أبنوب؟ انا في ثانوي عام، في ثالثه ثانوي باخد دروس، 7 دروس في الدرس الواحد ب 750 في الشهر، ده غير الكتب. يعني انا لما اخد في الشهر ب 7000 جنيه، والمصاريف زادت عليها جو، فصعب. طيب أبانوب، أنت قبطي، شو طائفتك؟ جوزوكسي. أنت بتنتمي لكنيسة، أنت مسؤول من كنيستك، المفروض تروح لعند أب اعترافك وكاهن كنيستك وتقول له أنا محتاج ماديا لأمر معين، لازم تشتغل وتصرف على نفسك. بدري كتير على اللي بسنك إنك تطلع تطلب مصاري لايف، بعز علي إنه مسيحي يطلب مساعدة لايف، بس بنفس الوقت لما بيكون في عنا نحن احتياج مستشفى، في عنا احتياج دواء، حد في عيلتك محتاج مريض، انا من عيني التنتين بقول لك تعال يا حبيبي، وانا بتاخد لو مهما كان الطلب. لا انا رحت الكنيسه برضو وقلت لهم كده، بس الكنيسه احنا في الريف، الكنيسه هي عايزه حد يساعدها. ما هي الكنيسة بياخدوا ماهيتهم من البطريركية ومن البابوية بالقاهرة. بابا موجود ولا متوفي؟ بابا موجود، بس بابا مش مقدر يمشي ولا مقدر يشتغل معاه. عندك كم سنة أنت؟ 18 18. 18 أي أنا لما كنت في سنك كنت بشتغل وبصرف على أمي وأخواتي بالمناسبة، أخذتك قد مثل ابني كريستو، عم أقول لك صلي صلي أكثر وقرأ الكتاب المقدس أكثر. حاليا ندخل على الموقع وأنا حبعت لك مع رسل المسيح حاجة عشان دراستك هالفترة. مساء الخير، أنا أبنوب مجدي نعيل حنا، كنت طلعت مع أمنا مرضي في برنامج سأل مرضي، وطلبت منها مساعدة مالية علشان الدراسة، والصراحة ما تأخرتش وبعت 3000 جنيه، ونحب أشكرها وأشكر أمنا مرضي عشان ساعدتني، وأشكر الرب يسوع المسيح عشان وقف معايا. الكتاب المقدس علمنا كيف طريقة توزيع المساعدة بتكون، وأنا ماشي وفق الكتاب ما بيقول، فالكنيسة بتقول بتساعد الأرامل الذين هم بالحقيقة أرامل، الكبار بالعمر اللي ما عاد يشتغلوا بيقول لك ما عندهم رجاء إلا بالإله، ألقوا رجاءهم على الرب الإله، فما فيني أكسر بخاطر حدا من هدول، وهدول محتاجين أكثر، هدول بتفوت الوحدة بتقلي بدي أجار بيت، بدي أدرس أولادي، بدي علاج، بقول لها من عيوني التنتين. وهدول انا ما بطلب لهم مصاري من حدا مثل ما بتشوفوا، هدول التبرعات وعشور كنيسة الرب وعشور شخصية بتغطي كل الاحتياج اللي بتجي لكنيسة الرب. بعرف انكم فقراء بالريف بريف مصر، بس المفروض تشتغل وتصلي، تعتمد على الرب يسوع المسيح، وتدوق الخبزك بتعبك بعرقك لحتى ربنا يباركك شوي شوي، تتعلم تقدس للرب، تتعلم تحفظ الوصايا، تتعلم تدفع عشورك من القليل اللي معك وتتبارك، لأنه في علينا كرامة للمسيح، ما بيصير إنه نحن نهدرها إلا في حال نحن محتاجين حقيقي لأمر علاجي دوائي، وقت صندوق كنيسة الرب للفقراء حتى لو ما كانوا أولاد كنيسة الرب. أنا إسلام عم ساعد، ما بالكم بمسيحية، بس بدي أحس إنه هذا الشخص محتاج حقيقي، مو هو شو شايف حاله محتاج.